الخاصة. وخلينا كده نتكلم الأول على العيد القومي. كان فيه يعني يمكن مشروعات بدأت من 2015 تم إنجازها قلنا في وقت سابق، في وقت حقيقة أكثر من قياسي. صحيح. فالنهاردة بقى في فرص عمل، في يعني أنا شايفة من 2015 لحد دلوقتي يعني تطور غير عادي. يا ريت حضرتك تدينا فكرة كده في المجمل عن هذا التطور. اتفضل. طبعا احنا في العيد القومي المطروح، العيد الاثنين بعد المئة، اعياد وادي ماجد الشهيره، الملحمه الوطنيه اللي قام بها ابناء مطروح في ظهر المستعمر الانجليزي وقتل القائد سناو اثناء هجومه على محافظه مطروح من الغرب، وتصدى ليه ابناء الصحراء الغربيه مع القوات المسلحه. ساعتها كانت الحاجه اسمها الهجن، المسؤول عن حرس الحدود، ودحروه ومنعوه من التقدم من الاتجاه الغربي. ومن هذا اليوم ابناء مطروح هم حباه البوابه الغربيه جنبا الى جنب مع قوات المسلحه. علشان كده طويل قوي في الدفاع. انا عايز اقول لك الموضوع ده مهم جدا، يعني معلش اكون خارج من شويه في السياق، لكن يحضرني وبحب اقوله دايما، ان لما جينا ننفذ لجلسه الرئيس بان احنا نشيل التعديات واسترداد حق الشعب، كل مصر بصت على مطروح ان مطروح دي هتولع، وان مطروح دي وضع اليد، وان الناس مش اول ما طلعها الشائعات كله كان باصص علينا. ما حصلش اي حاجه، الناس في منتهى الوطنيه، هم حماه للارض وليس مغتصبين للارض. لما الدوله بتقول انا عايز اعمل مشروع، اتفضل تمام، ما حدش بيقف وما حدش بيقول لا. ولما زلنا نفذنا ازاله التعديات بنسبه 100% 100% محافظه مطروح الحمد لله. طب يعني احنا نتكلم على العيد القومي والفعاليات اللي بتتم فيه، منها افتتاح مشروع كبير زي اللي احنا فيه النهارده ده، وده كان ثمار نتاج المؤتمر الاقتصادي لما تروح مستقبل الاستثمار اللي اتعمل زي حضرتك تفضلتي واشرتي في 10/2015. المشروع تمخض عنه 18 مذكره تفاهم، ولازم مشاهد الكريم وحضرتك فاهمه يعني ايه مذكره تفاهم ويعني ايه عقد نهائي. تمام. فعملنا 18 مذكره تفاهم اللي هو اتفاق نوايا، يعني المستثمر جاء وقال انا ارغب ان اعمل الفرصه دي، وسابوني ومشيوا. انا بقى عملت الشباك الواحد ده اللي بيقول عليه. الناس كلها مستنياه الشباك الواحد. عملته بقى من 2015 وجرينا ونسقنا مع اجهزه الدوله وخلصنا وعملنا كل حاجه، وخلصنا وكل عرض اسير مجلس الوزراء. وصراحه انا بحيي مهندس شريف اسماعيل ومن قبل المهندس كريم محلب على الدعم اللي اخدته مطروح في التخطيط ده. تمام. خرج من هذا المؤتمر 11 عقد نهائي. 11 عقد. 18 من 18 مذكره تفاهم. ما شاء الله. 11 عقد منهم المشروع احنا فيه. مشروع ماكسيم بوآلاند جروب. المشروع على من اكبر مشروعات استثمار السياحه والعقاري في محافظه مطروح. المشروع بيحقق رؤى السيد الرئيس ان البحر مش بتاع حد. يعني انت شايفه مفيش شاليهات ولا في حاجه على البحر. لا مفيش حاجه، احنا كله راجع ورا 300. كله راجع ورا 300 متر، مفيش حد يبني حاجه على البحر. شاطئ عام للجميع، اي مواطن عايز يخش هيخشه. والحقيقه يعني المواطنين والناس يعني في حفاظ غير عادي، زي ما حضرتك اشرت في البدايه، واضح ان دي العقليه بتاعت مواطن مطروح، محافظين على كل شبر في الارض، محافظين على النظافه، محافظين على النظام. دي طبيعتهم بصراحه. فاحنا المشروع طبعا بتكلفه تسميريه 14 مليار جنيه. المرحله الاولى دي لوحدها 3 مليار. اللي احنا بنفتتحها بنشهدها النهارده. اللي احنا بنشهدها النهارده. دي 3 مليار. اللي هي المنطقه الترفيهيه بالخدميه، منطقه الفيلل والمنطقه السكنيه. ان شاء الله المرحله نهايه عام 2018 بدخل الفنادق. وهو ده اللي انا ده طموحي انا بقى. اللي هو طموح المحافظه وطموح وزاره السياحه وطموح هيئه، انا مانيش الفيلل ولا يميني الماركتنج او التسويق للشاليهات والشقق. لان ده ما بيخدمنيش انا، ده بيخدم مالك بعينه. انا يهمني طبعا حق طفره في الانتاج والبنيه التحتيه وعمل تنميه وعمل عماله. بس انا كنت سامع حضرتك بتقول حاجه مهمه قوي في المؤتمر، ان الموضوع يعني بمناسبه بس الاماكن السكنيه والفيلل وكده، ان يعني اصبحت مطروح مش بس يعني مقصد موسمي. هو ده اللي احنا بنستهدفه. هو الناس تفضل عايشه هنا طول السنه. هو ده اللي احنا بنستهدفه بقى. عشان كده شوف المنطقه الترفيهيه اللي عاملها والمنطقه الخدميه اللي عاملها في مدخل هذا المشروع على مساحه حوالي 70,000 متر. كل الخدمات التي تتخيلها، مولات، مطاعم، وكلها براندات، حاجات عالميه، عشان حتى تخدم على المشروع وعلى ابناء مدينه العالميه. وفرص عمل الحقيقه عديده، دي اللي المهمه كمان قوي. فاحنا ما شاء الله مستهدفين في ثلاث فنادق في هذا المشروع بثلاث مستويات، 5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم، عشان تبقى لكل الفرايتيز المتاحه او كل النزلاء طبقا لمستواهم الاقتصادي.